الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الإعدادي لغات، ازيكم يا أبنائي؟ عاملين ايه؟ هنحل النهاردة يا أولادي إن شاء الله نموذج استرشادي الهندسة جيومتريك سكند تيرم. نماذج الاسترشادية نماذج الوزارة للعام الدراسي 2024. تعالوا نشوف مع بعض كوتشن الأول. نمبر 1، The sum of measure of two complementary angles equal what? Complementary angles such that acute angle ABC and acute angle CBD, sum of them it will be 90 degree. هنا بسميهم complementary angles. طيب supplementary angles بيكونوا الاثنين مع بعض السمشن بتاعهم بيكون 180 degree اللي هو supplementary angle، بيكون two sides in the same straight line، لكن هنا بيكون two rays perpendicular about first angle and second angle and they are drawing at the same point the vertices here it will be about two angles، يعني بيكون السمشن بتاعهم 90 degree، لكن supplementary بيكون 180 degree. يبقى اجابتك هتبقى 90 degree. طيب question number 2، the rectangle whose diagonals are perpendicular is، يعني الريكتانجل لما يكون تو diagonal اللي عندي perpendicular هيتحول يكون square، تمام؟ لان انا عندي rectangle تو diagonals equal length، فهو بيقول لي ان تو diagonals للريكتانجل هيكونوا perpendicular، لما يكونوا perpendicular هيتحول الريكتانجل ده يكون سكوير. يبقى the rectangle whose diagonals are perpendicular is a square. choose letter C. اختار letter C. next question number 3، if straight line L is tangent to the circle M of radius 3 سنتيمتر. الراديوس كان عندي اللينس بتاعها 3 سنتيمتر وانا عندي سيركل وبيقول لي ان هو tangent. tangent يعني بيلمس السيركل من بره كده tangent. والسيركل السنتر بتاعها ام وقال لك الراديوس كان ب 3، الراديوس عندي 3 سنتيمتر. then the distance between L and the center، الدستانس هتكون 3 سنتيمتر، يبقى انا هاخد 3 سنتيمتر اللي هي لتر بي. next question number 4، the measure of inscribed angle drawing in a semicircle. عندي هنا اولاد سيركل وده ده بسميه سيمي سيركل اللي هو الهاف اوف سيركل، فبقول ان سكريبتد انجل ات سيمي سيركل ذا ميجر اوف ان سكريبتد انجل دروين ان سيمي سيركل ات ويل بي 90 ديجري، يعني الميجر بتاعها هيكون 90 ديجري. نيكست كوتشن نمبر 5، ان ذا اوبوزيت فيجر ان اف اي بي سي دي ار 4 بوينتس اون ا سيركل. جاب لي سيركل هنا انظر ده ورسم جوه تراينجل هنا وعمل هنا انجل اوتسايد، المجر بتاعها كان 100 ديجري، الانجل هنا 100 ديجري وهنا كانت A وهنا C وهنا B، وصل بوينت تانية هنا D. هو عايز ميجر اوف انجل وات؟ ميجر اوف انجل دي اي سي، عايز الانجل اللي هنا دي اي سي. طيب هو قال لي برضو ان في ايسوسلس يعني تو انجلز هنا زي بعض دول زي بعض وانا عايز اجيب الدي اي سي، عايز اجيبها. خد بالك من حاجه مهمه، انت عندك هنا اي بي سي دي الفيرتكس كلها بتقع على السيركل، يبقى ده اسمه سايكل كوادرال. اي بي سي دي سايكل كوادرال، يعني ايه سايكل كوادرال؟ يعني الميجر اوف انجل اي بي اي ايكوال ميجر اوف انجل دي، دي اكستيرور انجل ودي انتيرور، يعني ميجر انجل دي ايكوال ميجر اوف انجل اي بي اي ايكوال 100 ديجري. احنا جبنا الانجل دي ب 100 ديجري اللي هنا انجل دي، يبقى انا عندي تراينجل ايسوسلس لان قال لي ان دي اي ايكوال دي سي، يبقى ده ايسوسلس تراينجل، يعني الميجر اوف انجل دي اي سي هتبقى زي الميجر اوف انجل دي سي اي، كل واحده فيهم تبقى 180 سبتراكت باي 100 وبعدين divided by 2، فهيطلع عندي 80 divided by 2 تطلع 40 degree، يبقى الحل بتاعي يطلع 40 degree. next question number 6،
area of triangle whose base length 10 سنتيمتر and the height length 6 سنتيمتر. احنا عارفين يا اولاد ان الاريا بالنسبه للتريانجل half times base times height corresponding height عندي. فهو جاب لك the base was 10 سنتيمتر and corresponding height was 6. half of 10 5, 5 times 6 equals 30, يبقى الاريا 30 square سنتيمتر. second question, by using geometric instrument draw, باستخدام الأدوات الهندسية عايزين نرسم triangle right angle triangle at P where EB equal 4 سنتيمتر and BC 3 سنتيمتر, then draw circle passing through the vertices of triangle ABC, where does the center of the circle lies respect two sides of the triangle, يعني مكانها فين. طيب انت عندك اول حاجة هتجيب الأدوات الهندسية وترسم. اول شيء عندك خد بالك ان هو يكون رايت انجل تراينجل ات بي. البي هنا هتجيب المسطره بتاعتك الرولر وترسم اول شيء عندك الاي بي بالرولر 4 سنتيمتر. بعد كده بتجيب البروتراكتور بتاعتك المنقله وتثبتها البروتراكتور وتخليها لحد 90 ديجري تمام. وبعد كده تاخد اللينس اللي هو بي سي كان 3 سنتيمتر هنا 3 سنتيمتر. بعد كده بالرولر بتقفل التراينجل بتاعك كده خلاص رسمنا رايت انجل تراينجل تمام. بنرسم الاول البيس وبعدين بالبروتراكتور بنرسم راي وناخد منه 3 ونقفل. بعد كده يا اولاد هو بيقول لي ارسم سيركل تعدي بيهم الرؤوس. طيب السنتر بتاع السيركل هيكون فين يا اولاد؟ بالنسبه للسيركل اللي عندي لازم اعمل التوتيود لكل بيس عندي هنا, اقف عند الاي والبي واعمل براكتس بره كده واجي عند البي واجي بنفس فتحه الكومباس, يعني افتح الكومباس قوس هنا قوس واجي عند البي بنفس الفتحه اخد قوس وقوم رسم تمام. يبقى انا كده رسمت الايه الالتوديود هيطلع معايا بيربنديكولار على البي ايه هنا كده مثلا. طبعا يا ولاد ان لازم التلاتة مع بعض يتقاطعوا فين؟ في الميدل للهايبوتنس, يعني نقطة التقاطع للثري التوديود لازم تيجي هنا, او السنتر السنتر بتاع السيركل اللي هترسمها لازم كلها تيجي فين؟ في ذا ميدل اوف هايبوتنس. يبقى انت كملت الالتيتيود بتاع البيز وهنا الالتيتيود التاني, يبقى انت عملت 3 التيتيود. بعد كده بترسم السيركل بتاعتك بقى كده اللي لازم تعدي على ايه؟ على الفيرتكس. رجع قال لك حدد لي مكان السنتر, اقول له ذا سنتر والبي وير ها السنتر مكانها هيكون ان ذا ميدل اوف مين اوف هايبوتنس, يبقى مكانها في ميدل اوف هايبوتنس في النص السنتر اوف سيركل اللي هتعدي برؤوس الثلاث رؤوس بالنسبه للتراينجل. يبقى تاني يا اولاد احنا رسمنا التراينجل اهو, عشان اعمل التوتيود بجيب ايه؟ بجيب الكومباس واقف هنا بسند الكومباس واخد قوس لفوق وقوس لتحت, واجي هنا بنفس الفتحه واخد قوس لفوق وقوس لتحت, بعمل ارك واوصله وارجع بعد كده انتقل للقاعده اللي عندي دي تانية اللي هي اللينس ده, او اوش هنا واخد قوس هنا وقوس هنا وبنفس الفتحه اقف عند الراس هنا اخد قوس واخد قوس وبعدين اوصل كده خدنا اتنين. لسه التالت باجي عند الهايبوتنس اخد قوس لفوق قوس تحت واجي بنفس الفتحه عند الراس الثانيه اخد قوس هنا وقوس تحت واوصلهم. الاحظ ان التلاته تقاطعوا ان الثري التيتيود انترسكشن ات وات بوينت ان ذا ميدل اوف هايبوتنس. يبقى السنتر للسيركل از وير, هتقول له ايه؟ ات ذا ميدل اوف هايبوتنس, في منتصف الهايبوتنس. طيب تعالوا نشوف الكوتشن اللي بعده. هنا جاب لي سؤال يا اولاد كوتشن وعايز بروف فيه, جاب لي سيركل ماشي يا شباب ركز معايا. هنا الام جاب لي هنا كورد اي بي وهنا كورد تاني سي دي كورد. رجع رسم ام اي راي بيربنديكولار تو ذا كورد هنا وبعدين رسم perpendicular to the chord intersection F وهنا intersection the chord at Y وهنا البوينت كانت X. هو اللي بروف ذات عايزين نثبت ان ال AB equal CD. عشان تثبت ان ال AB equal CD لازم تثبت ان الdistance اللي هنا قد الdistance اللي هنا, عايز تثبت ان ال MX equal MY. طيب انت عندك هنا في الاكزامبل اول شيء واخد بالك منه في السيركل ان ME equal MF equal r, دول radius two radius in the circle. طب جاب لي ايه تاني في الاكزامبل؟ قال لي ان هو perpendicular, قال لي ان ال m f perpendicular to cd. طالما هو perpendicular يا اولاد يعني معنى كده ان البوينت اللي عندك هتبقى في الميدل, يعني ال y تبقى ميدل
of CD، وعندي كمان الـ X the middle of EB في المنتصف، يبقى هنا في المنتصف وهنا في المنتصف. طيب ما هو perpendicular وفي المنتصف. طيب وعندك ايه تاني؟ اقرأ كده في الاكزامبل، وقال لك ان الـ M XE equal YF، قال لك الـ XE اللينس ده قد اللينس ده، تمام. طيب احنا يا ولاد هنستنتج ايه دلوقتي؟ عشان اثبت ان الـ AB equal CD لازم اثبت الـ two distance قد بعض، تمام. طيب احنا دلوقتي قلنا ان الـ ME equal MF، تمام. وقال لي معطى في الاكزامبل such that ان الـ XE equal الـ M الـ YF، قال لي كده، تمام. قال لي ان الـ XE دي الجزء ده قد الجزء ده. تعال نسمي دي ريليشن نمبر 1 ودي ريليشن نمبر 2 ونعملهم سبتراكت. هاخد الـ ME دي كلها اكنسل منها الـ XE، واخد الـ MF كلها اكنسل منها الـ YF، تمام. يبقى انا عملت التو ريليشن دول، عملتهم سبتراكت، نقصتهم من بعض. فايه الباقي عندي؟ هيتفضل ايه لما اشيل من ME دي كلها؟ ME اشيل كلها XE هتبقى MX، وهنا الـ MF لما احذف منها الـ YF هيبقى MX، دول هيكونوا ايكوال اللينس، تمام. طالما الـ distance اللي هو MX ايكوال MY، يبقى الـ AB ايكوال CD دي او such that. هو قال لي في الاكزامبل ان الـ AB perpendicular to الـ ME، او ناخد احنا نبدا بالري الاول اللي هو الـ ME، عند الـ ME perpendicular، هو قال لي كده الـ ME perpendicular to AB، وقال لي ان الـ MF perpendicular to CD، وانت اثبتت ان الـ two distance قد بعض. طالما هو perpendicular عليه والـ distance قد بعضها متساوية، يعني الـ MX equal MY، إذن تقول ان الـ AB will be equal CD، تمام. يبقى كان شرط عشان اثبت ان two chords equality لازم اثبت ان الـ distance equality between the hypotenuses في الفيرست والسكند. ثيرد، هنا كوتش الليتر A، find the length of arc which represents 3/4 length of the circle whose diameter length is 14 cm. عايز يجيب اللينس الارك، الارك مثلا من هنا لحد هنا، عايز يجيب اللينس بتاعه قد ايه، تمام. وجاب لي هنا which represents 3/4 length of the circle، 3/4 of circles من السيركلز كلها اللي 360، ماشي. وجاب لي الدياميتر لينس، الدياميتر كان 14 سنتيمتر. طيب احنا عندنا علاقة يا ولاد بتربط بين اللينس اوف ذا ارك، هسميه مثلا اي بي، لينس اوف ارك اي بي اوفر 2 باي ار ايكوال ميجر اوف ارك اي بي over 360، دي الريليشن اللي موجود عندي. طيب هو عايز ايه هنا في الاكزامبل؟ find the length of the arc، عايز يجيب اللينس اوف ارك اللي هو بيمثل 3/4 of circle، ده الميجر بتاعه. فانا هحسب 3/4 of 360 هيديني 270 ديجري. يبقى هو الارك من ال بي، لو انا قسمت السيركل اللي عندي كده، هو بيمثل من اول مثلا A لحد B اللي هو الارك ده، شايفينه ده. انا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب اللينس بتاعه قد ايه في حاله لما يكون الراديوس 7 سنتيمتر، لان الدياميتر كان 7، الدياميتر كان 14، يبقى الراديوس 7. فانت تكتب الرول ده. طب انت عايز تجيب اللينس اوف ذا ارك اي بي، تمام، اهو مقسومه على 2 باي، باي اللي هي 22 اوفر 7، تمام. مولتيبيكيشن باي الراديوس، الراديوس اللي هو كام؟ ب 7، تمام كده يا ولاد. يبقى انت عوضت في الرول ده. طب الميجر للارك عندك، هو قال لك 3/4 اوف سيركل، فانت عندك السيركل كان الميجر بتاعها 360، يبقى 3/4 اوف 360 270 اوفر 360، تمام. طبعا الناتج هيطلع 3 اوفر 4 اهو، ده بيمثل 3 اوفر 4. لما نعمل سمبلست هيطلع 3 اوفر 4، او ان انا اكتب الفريكشن ده 3 اوفر 4 تايمز 360 هنا، وكنسل 360 مع 360، اختصر بقى 7 مع 7. يبقى انا عندي اللينس للارك بتاعي اللي هو الاي بي اوفر 2 تايمز 22 اللي هي 44، هتبقى هنا 3 اوفر 4. هنا بقى عشان اجيب اللينس اوف ارك اي بي هعمل كروس، او اقول ال 4 بقت 44 يعني تايمز 11، يبقى 3 تايمز 11 33، يبقى 33
سنتيمتر، يبقى الإجابة بتاعت 33 سنتيمتر. تمام، حافظين الرول وإحنا بنشتغل في حال الإكزامبل. نيكست كوتشن اللي هو نمبر كوتشن ثيرد، نمبر ثيرد هنا لتر بي. هنا يا ولاد جاب لي سيركل وفي تانجنت فوق كده، فين التانجنت؟ وجاب لي هنا تراينجل اهو، وجاب لي هنا السنتر كان اسمه ام، وصل الام الفيرتكس هنا وهنا، جاب لي هنا الاي وهنا البي وهنا السي وهنا الاي وهنا الدي. تمام، بيقول لي بروف ذات تراينجل اي بي سي ان ايكوال تراينجل، عايزين نثبت ان الاي بي سي اللي هو الكبير ده ايكوال تراينجل، يعني الاول سايد زي بعضها. هو بالمناسبه جاب لي الانجل هنا 120. طب ما هي بسيطه يا اولاد، ليه؟ لان يعني انت عندك هنا الام اي ايكوال ام بي، يعني ده ايسوسيس تراينجل، دول راديوس في التراينجل في السيركل، فتقول ده بقى ايه؟ ايسوسيس. اند ميجر اوف انجل بي، ميجر اوف انجل الام كانت 120، الانجل هنا كان 120، زين يبقى ميجر اوف انجل ام بي اي ايكوال ميجر اوف انجل ام اي بي، كل واحده فيهم هتبقى 180 سبتراكت باي 120 ديفايدد باي 2، يعني كل واحده فيهم هتطلع بكام؟ الانجل الصغيره هنا والانجل الصغيره هنا يبقى متساويتين، يعني هيبقى 30 ديجري. طيب دي مش محتاجينها دلوقتي، دي مش محتاجينها، ولكن احنا محتاجين نجيب الاسكريبتد انجل، يعني ميجر اوف انجل سي ايكوال هاف ميجر اوف انجل ام، يعني الانجل سي دي نص الام. ليه؟ لان دي سنترال انجل وهنا الاسكريبتد انجل، بين قوسين دروينج تقول له ان هي دروينج ات ذا ارك بي اي، طالما هما الاثنين مرسومين على الارك بي اي يبقى الميجر الانجل سي هيبقى هاف ال 120 تبقى 60 ديجري. تمام، نصها هيطلع 60 ديجري يا اولاد الانجل اللي فوق. تمام كده، تمام. طيب في حاجه تانية عندنا في الاكزامبل، هو بيقول لي ان ده تانجنت، يبقى تانجنت معناه ان الانجل اللي هي اي سي اي تبقى ميجر ايكوال انجل بي، الاثنين زي بعض، هنا تانجنت انجلز وهنا انسكريبتد انجلز، ونفس الكلام يا اولاد دول زي بعض. تمام، لان دول يعني الانجل اللي هي سي والانجل اي دروين از ارك سي بي يبقى ايكوال ان ذا ميجر. طيب قال لي حاجه تانية يا مستر في الاكزامبل، اقرا كده، بيقول لي في بيرلل. طيب طالما هما بيرلل يبقى السايد لينس اللي هو سي اي ايكوال سي بي، خلاص كده المساله يعتبر اتحلت. ليه؟ لان لما يكون عندك الدي اي بيرلل، بالك دي اي such that دي اي بيرلل تو بي اي، يبقى انت عندك التو ارك ايكواليتي، يبقى الميجر اوف ارك اللي هو سي اي هيكون زي ميجر اوف ارك سي بي. تمام، الارك سي بي القوس اللي هو سي بي ده يبقى زي القوس اللي هو سي اي، الارك ده والارك ده زي بعض. طب طالما التو ارك زي بعض يبقى التو كورد هيكون ايكواليتي، يعني هيكون ان السي بي ايكوال السي اي، صح؟ لان لو عندي التو ارك ايكواليتي يبقى التو كورد اللي هم مرسومين على الارك الاول والارك الثاني ايكواليتي، وبالتالي بقى عندك تراينجل اللي عندك ده اسمه ايسوسلس، التراينجل اللي هو بي اي سي ايسوسلس، ده ايسوسلس تراينجل. طالما هو ايسوسلس تراينجل وعندك الانجل سي كانت بسكستي، خلاص دي خاصيه عندنا، لو انا عندي تراينجل فيه الانجل بتكون بسكستي وهو ايسوسلس هيتحول ايكواليترال تراينجل. اقول له زين تراينجل اللي هو سي بي اي از ايكواليترال تراينجل، ده equilateral triangle. تمام، تعال نشوف question تاني. next question force، نرسم السيركل وبعدين نشوف هو طالب مننا ايه. يا شباب انت عندك السيركل موجودة كبيرة وجواها تراينجل، هنا حاول ركز معايا تراينجل اهو، وهنا رسم اكس وهنا ايه، وقال لي ان الارك ده زي ارك تاني هنا، لما وصل الواي بالبي وهنا السي اهو وصلهم ببعض، هنا الدي وهنا الاي ووصل الدي بالاي كده، وقال لك الانجل هنا ب 35 ديجري الانجل دي، وقال لك الارك ده زي الارك ده.
تمام كده خلصنا المعطيات بتاعتنا. تعال نشوف بقى هو جاب لي ايه في المسألة وهو طالب ايه. هو بيقول لي هنا في الاكزامبل الانجل المظبوط عندي بيقول لي فايند ذا ميجر اوف انجل اكس اي بي، عايز يجيب الانجل اكس اي بي، عايز يجيب الانجل دي، الانجل دي عايزين نحسبها. طب هنحسبها ازاي؟ بص معايا، شايف الانجل اللي هي اكس سي بي دي انسكريبتد انجل ات ذا ارك اكس بي، والانجل اكس اي بي الاثنين مرسومين على نفس الارك يا ولاد، ده شايفينه؟ يبقى خلاص الاثنين زي بعض. اول ساتش ذات انجل اي، الانجل اللي هي اكس، اكتبها بالترتيب كده، الانجل بتاعتي اللي هي اكس اي بي، والانجل الثانيه اللي هي اكس سي بي انسكريبتد انجلز at the arc XB على arc XB، يبقى المجر الانجل هي اكس اي بي equal measure of angle اكس سي بي، الاتنين زي بعض لانهم مرسومين على نفس ايه؟ على نفس الارك، يبقى كل واحدة فيهم 35 زي بعض، يعني تبقى 35 degree. ده المطلوب الاولاني خلاص جبناه، بقت 35 degree الانجل اللي فوق دي. طيب بعد كده بقول بروف ذات بي سي اي دي سايكليك كوادرال، عايز يثبت ان ال بي سي اي دي ده سايكل كوادرال، عايز يثبت ان الشكل ده سايكل كوادرال. طب نثبتها ازاي ان هو سايكل كوادرال يا مستر؟ هنحاول نجيب تو انجلز زي بعض مرسومين على نفس الارك. طيب خد بالك من حاجه مهمه، هو قال لك ان الارك ده الاي اكس زي الارك اي واي، معنى كده هنلاحظ ان الانجل اللي هنا اللي هي اي سي اكس هتبقى ايكوال الانجل اي بي واي، هيبقى الاثنين دول زي بعض. خلاص ما كده تبقى اتحلت. ليه؟ لان التو انجلز دول drawing in the same base، طالما في عندي تو انجلز مضرومين drawing in the same base يبقى هما الاثنين هيمر برؤوسهم، هم يعني النقطه اللي هي السي والبي والدي والاي هيمر بيهم ايه؟ سيركل، فبيكون الشكل ده سايكل كوادرال. يقول له تاني او ساتش ذات ان القوس اللي هو اي اكس، الارك اللي هو اي اكس ده ميجر اوف ارك اي اكس ايكوال ميجر اوف ارك اي واي، الاثنين زي بعض، then measure of angle XCA equal measure of angle YBA، الاثنين زي بعض، drawing at ED على قاعدة ED، يبقى بالتالي الشكل اللي عندك اللي هو DBCE is اسايكليك كوادرال، بنسميه يا اولاد سايكليك كوادرال، سايكل كوادرال. فهمتوا كده؟ يبقى احنا اثبتنا ان هو سايكل كوادرال لان الميجر اوف انجل بي ايجوال ميجر اوف انجل سي دراون ان ذا سيم بيس. تعال نشوف الكوتشن اللي بعده، نيكست كوتشن ليتر بي. هنا بيقول لي يا اولاد فايند ميجر اوف انجل اي ان ديجري، جاب لي سايكل كوادرال اهو ورسم السايكل كوادرال قدامي، وهنا عامل السنتر هنا ام، وجاب لي هنا الانجل اللي هي 2x والانجل التانية كانت 2x اللي قبلها، وهنا عايز يجيب الانجل اللي فوق، وهنا كان اسمها b وهنا c وهنا d. طيب اول حاجة هتلاحظ ان الميجر اوف انجل a هاف of measure of angle M، half measure of angle M، لأن ده هنا central angle وهنا descriptive angle، drawing at the arc يعني مرسومين على الأرك اللي هو CDB، مرسومين على الأرك ده، يبقى بالتالي measure of angle A تبقى half to x، يعني تبقى x degree، دي تبقى x. طب احنا عندنا cycle quadral، يعني ال A B D C is سايكليك كوادرال. طالما هو سايكليك كوادرال يا اولاد معنى كده ان ميجر اوف انجل اي بلس ميجر اوف انجل دي يبقى 180، يعني يبقى الاكس بلس 2x ب 180، يعني يبقى عندي 3x ب 180 نعمل ديفايد باي 3 فتبقى الاكس 60 ديجري، يعني ميجر اوف انجل اي يبقى 60 ديجري. فهمنا كده؟ تعالوا نشوف كوتشن اللي بعده.